فيما تخيف العولمة؟ لما تحدث مثلا رؤوس مالية انفرادية، يعني أنتم تحبون الغرب برشا ونحن نكره الغرب برشا. وأنتم الثقافة الثقافة الغربية الثقافة الغربية لا لا تفتحون للغرب لا 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 هكا يعني الثقافة لماذا سعد سفير؟ لا لأن لما تحدث الغرب هو التقدم الآن في العالم. لا 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 يعني علمنا أحمد سكرنو في الماضي ثلاث سيادات، سيادة سياسية. لما تحدث عن الديمقراطية لا يمكن أن تحدث ديمقراطية أمريكية أو أوروبية، تحدث ديمقراطية إندونيسية، وبالتالي أنجزنا شورى التوافقي. مهما كان الاختلافات في البرلمان وهكا لازم نقعد مع بعض نتحدث مع بعض مع أصدقائنا الشعب، وبالتالي أنجزنا سيادة سياسية. ثانيا سيادة اقتصادية، وما تعرف يعني سيادة يعني سيادة اقتصادية مهمة جدا، لأن كل الدول يعني تختلف عن نوعها يعني في الاقتصاد. مثلا في إندونيسيا لما نتحدث عن الاقتصاد يعني مثلا منظومة اقتصادية منظومة كما نقول شركية، يعني في إندونيسيا في إندونيسيا يمكن في دار أن تفتح مطعم أو مقهى في إندونيسيا. في تونس مش ممكن تبنى تجد مقاهي في المدن، ولكن في كل دار يمكن أن تنتج كمطعم أو المقهى. يعني سيادة اقتصادية. وثالثا مهم يعني سيادة ثقافية، الهوية. الهوية يعني ولا تفكر كأنك ستكون فرنسي، لا أبدا. ربما إندونيسيا مستعمر من هولندا، هل إندونيسيا تكون هولندية؟ لا أبدا، نحن ديما إندونيسية، سياسية اقتصادية وثقافية. وما زال يعني عمل برشا في المستقبل. نعم يعني لو تشوف إندونيسيا أحلى من الصورة أحلى من الصورة بكثير أهلا من الصورة بالكثير. أنتم جاءت ونسا عمل سهر الأسل في إندونيسيا. إيه جيبه في بالي. لا في بالي، بالي حاجة ثانية في سلاويسي. آه. عندنا 18,000 جزيرة. أنا مشيت قرقنة سافر في قرقنة 6 جزر. باهي أنا مولود في جزيرة. وفي جزيرتي أنا 128 جزيرة. محلها.